السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو راح أحل السؤال الرابع. السؤال الرابع معطينا جدول، كتبت البيانات تبعته مسبقا. بكتب هذا الجدول نستخدم two different y axes، يعني راح نرسم رسمين بيانيين وبدهم scale two different scale، الأول من 0 ل 100 فارنهايت اللي هو للتمبرتشر، والثاني من 0 ل 12 متر بير اور اللي هو للويند سبيد. تمام، الثابت فيهم اللي هو تايم، لذلك التايم راح يكون على الاكس اكسس، هذا هو التايم. بنجي نرسم اول واحد، انسرت، هذا هو. ولكن هو شو بده؟ ما بده اياه هيك. هون السكيل من 0 ل 90 تمبرتشر، هو لا، هو بده يكون السكيل من 0 ل 100. نجي نضلله، رايت كليك، لا نكبس على الاكسس اللي بدنا اياه، رايت كليك، فورمات اكسس. تمام، راح يعطينا هاي النفذة. هون المينيموم وهون الماكسيموم، بنختار اول اشي فيكست، فيكست، بعدين نحط المينيموم زيرو زي ما هو، الماكسيموم 100، هاي كلوز، صار من 0 ل 100. هذا هو الاكسس. الاكسس الثاني اللي هو بين التايم والويند سبيد، لاحظوا هذولا جايين منفصلات عن بعض. كيف قدرت اضللهم؟ بضلل التايم، بعدين بضلني كابس كنترول من الكيبورد، بضلل الويند، هيك بضلل لي شغلات بعض عن بعض. هلا بجي انسرت، بضيف الاكسس، بجي هون نفس الاشي، هو بده اياه من 0 ل 12، بجي هون رايت كليك، فورمات اكسس، فيكست، فيكست من 0 ل 12. هاي اوكي. هيك هو بكون حدد لنا شو اسمه السكيل. ما في اي معطيات ثانية، معناته ملتقانا ان شاء الله بالسؤال الخامس.